السلام عليكم. ناس كتيرة بتشتكي ان الرزق بيبقى تقيل معاها. طيب ممكن نبدا نفكر في الاسباب، يعني مش اول حاجه نفكر فيها ان احنا نعلي الكمبيوتر ونشتري واحد جديد. خلينا نفكر في الاسباب. ايه الاسباب؟ يعني من الاسباب الاوليه موضوع الاوتوكاد، ان احنا طول ما احنا شغالين بنعمل امبورت كاد ولينك كاد من غير ما نفكر فيها. طيب لو انت لينك كاد، ده معناها ان الملف ده فيه شويه حد ممكن عندك في الاوتوكاد، وبالتالي انت محتاج تشوف اخر تعديلات. امبورت كاد لو انت بتدخل ديتيلا مش هتتعدل بعد كده، او عايز لما تعدلها تتعدل على الريفت. كتر ملفات الاوتوكاد غلط وبيخلي الملف معاك كتير، فلذلك يفضل ان انت بعد ما تشتغل وتخلص ان انت تشيلها. وانت قبل ما تدخل الملف الاوتوكاد لازم تفتحه وتتاكد ان هو ما فيهوش نقطه بعيده عن الشغل، او ما فيش حاجه واخده زد بحيث انها تبقى مرتفعه، فده بيعمل مشاكل في الحسابات. البرنامج بيبدا يحسب اخر نقطه واول نقطه، فبتلاقي الموضوع بدا يبقى تقيل معاك، فما تستخدمش الاوتوكاد غير بحرص. تاني حاجه، البيوهات الكتيره هنا بتتقل، يعني لو انت عامل بيوهات كتيره في البروجكت براوزر ده بيعمل مشاكل. لو انت فاتح اكتر من بيو وبتعمل سنكرونايزيشن ده برضو بيعمل مشاكل، فلازم لو انت بتعمل سينك تتاكد ان انت قافل اكتر البيوز، ما تفتحش غير البيوز اللي انت موجود فيه. التركيز اهم حاجه، لان لو موجود كتير هيعمل لك مشاكل. طيب حل المشاكل اول باول، من قائمه مانج تعال على ورنينج، هتلاقي بعض المشاكل لازم ان انت تحلها. شايف كل المشاكل ديت تقدر ان انت تقللها. في حاجات مثلا خاصه باسامي الروم، في حاجات خاصه بالارتفاعات، كل ما الحاجات دي تحلها كل ما يكون احسن. وفي ادوات بتساعدك في كده، في اداه اسمها وورد شارت وفي ايزوليت ورنينج. الاثنين دول ادتين مجانيتين شرحناهم في بيم اريبيا. بيعملوا ايه؟ بيخلي كل حاجه تختفي ما عدا العناصر اللي فيها مشاكل، بحيث ان انت تركز على الحلول بتاعتها. الورك سيت ده من كولابريت، بنفعل الورك سيت سواء انت شغال لوحدك او شغال مع فريق، بيفضل ان انت تشتغل فيهم. لو انت مش ماشي عليهم مظبوطين بيحصل لك يعني لخبطه كتير. لو انت عامل 100 ورك سيت، في واحد يعمل ورك سيت مثلا ايه، ابواب الدور الاول، ابواب الدور الثاني، الحيطان اللي في الدور الثالث، فلا حاول ان انت تنظمهم، هتسهل عليك كتير جدا في الشغل. الحاجة اللي بعد كده، ما تنزلش فاميلي من غير ما تفحصها. يعني انا دلوقتي محتاج باب، رحت منزلها من على النت وهي اصلا معمولة غلط، والطيبات بتاعتها غلط، والاسامي بتاعتها غلط، وفي غلطات موجودة، فبتلاقي مش بتضر بس الفاميلي، لا ده بتضر المشروع ككل، المشروع ككل بتأثر بيها. تمام، فلازم ان انت تكون متأكد. في موقع كويسة زي بيم اوبجكت، ريفت سي مش كله كويس بس ممكن تفكر فيه. طيب لو انا دلوقتي جاي اطبع الملف ده، فالافضل ان انا اخده على جنب. اخده على جنب يعني ايه؟ يعني وانا بقول له اوبن اروح قايل له ديتاتش، يبقى ملوش دعوه بالسنترال، الناس كلها شغاله من غير ما اثر معاه. لا انا بفتح عشان اطبع ملف مستقل بعيد عن شغل، لان انا جاي اطبع مش هسيب حاجه. تمام، اللي بعد كده ان انت كل شويه تعمل مانج بحرص، احنا برش من مانج هتلاقي برش، والغي الحاجات اللي انت ما استخدمتهاش. تمام، بس اتاكد قبل ما تلغي اي حاجه، يعني مثلا ستير هل انت هتستعمل ده ولا لا، وهكذا. اللي انت مش هتستعمله الغيه، لان بتخفف الموديل معاك لما تيجي تعمل سينك او كده، بيخلي الموديل يبقى خفيف معاك. ما تعملش حاجه 3D تقدر تعملها 2D، يعني لما تقعد تحط تفاصيل كتير على اللزوم ساعات بتقل الموديل. يعني مثلا كان في سبرينكلر او رشاش بتاع ميه في الحريق، هو واحد عامل تفاصيل كلها، انا مثلا كنت عامل حاجه سيمبل بسيطه، هو لا عايز يحط كل التفاصيل بالمنحنيات الشرشره اللي موجوده، فهي كده كده بتتبع نقطه، بس انت حطيت تفاصيل. كل ما بتعمل زوم او بتعمل بيقعد يعمل من الحسابات كتيره جدا، وكده كده مش هتظهر. يعني انت بتحط تفاصيل مش هتظهر، التفاصيل ممكن تعمل ممكن تعمل، لكن هي مش هتفيد قوي. تمام، بالعكس هتضر الموديل. وليه؟ لان الرشاد دول بيكونوا بالالاف في الموديل، فهتعمل مشاكل كتير. طيب بعد كده وانت بتعمل سنكرونايزيشن، اختار كومباكت مره مثلا في الشهر مثلا. تمام، زائد ان انت مثلا كل شهر لازم تعمل سيف از للموديل بتاعك، يعني بتعمل ديتاتش وتروح عامل اوفر رايت او ريبليس للملف، يعني بتعمل سنترال جديد، ده بيجدد الدماء في ملف الريفت.
برضو لو انت بتدخل صوره حاول ان انت تضغط الصوره، يعني ممكن تدخل صوره تكون مساحتها كبيره، بينما مش هتفرق يعني، انت هتدخل الصوره بالتفصيل بتاعتها كل حاجه. ممكن باي لو كتبت اونلاين ان انت عايز تعمل كومبرايز للايمج هتلاقي مواقع كتيره تعملها لك ببلاش، بحيث ان الصوره تبقى جودتها عاليه وبنفس الوقت المساحه بتاعتها ما تبقاش كبيره لان هي بتبقى مسيبه. نصيحه برضو مني بسيطه، ان انت لازم يبقى فيه باك اب كل شويه. احنا بنعمل اركايف بس ممكن تحتفظ بنسخه برضو عندك على الجهاز الشخصي بتاعك او اللوكال بتاعك، تمام؟ يعني بعيد عن السنترال وبعيد عن كل الحاجات دي احتياطي، احتفظ بنسخه لان انت بتبدا كده ممكن لا قدر الله تحتاجها، تمام؟ برضو اتاكد ان الليفلات والجريد واللينك سواء كات او ريفت، تاكد ان الحاجات دي كلها معمولها بين، لان هي لو مش معمولها بين ممكن تعمل لك مشاكل، تمام؟ تلاقي حد مثلا حرك اللينك واشتغل عليه وهو في مكان تاني وبعد كده تلاقي الحاجات مترحله، وده بيحصل كتير. لو انت بتجرب حاجه بتعدل في الفي في والحاجات ديت، ففي اختيار هنا اسمه تمبوري فيو بروبرتيز. يعني ايه؟ يعني بتعملها مؤقتا ان انت تعدل بعض التعديلات، لكن التعديلات دي مش هتسيب، فده بيفيدك ان انت تقدر تجرب. لو الموضوع ماشي وحسيت ان هو ده فعلا اللي انت عايزه تقدر توافق عليه، لكن لو في اي مشاكل ممكن تكنسل الموضوع، تمام؟ دي ان انت تعمل انيبل تمبوري فيو بروبرتيز، يبقى انت كده بتعدل. هو كتب لك ان هو تمبوري، تقدر تعدل في الفي في مثلا زي ما انت عايز، تخفي مثلا خلينا في الوول لان ده اللي هيأثر جامد. بعد كده لا ممكن تقول له خلاص ريستور فيو بروبرتيز، تستعيد اللي انت عملته، مفيش حاجه اتضرت. الادنس لما انت بتحط ادنس كل مره بتفتح البرنامج او بتشتغل بيتقل، لذلك انا في اداه لسه بستعين بيها اسمها دي روتس اب مانجر. ده بيعمل لي ايه؟ ده بيخليني اتحكم ايه الحاجات اللي تشتغل اول ما الكمبيوتر يفتح او اول ما الريبت يفتح، وايه الحاجات اللي لا انا مش محتاجها، يعني مش محتاج ان انا احذفها ان انستول او ان انا ادخل اعملها ديليت او انقلها من الملف، لا مجرد باجي هنا وببدا ان انا اكتف الحاجه عايزها تشتغل ولا لا، تمام؟ دي من ضمن الادوات اللي بتسهل عليا جدا ان انا اخفف المودل بتاعي لما اكون مثلا محتاج اي ادنس معينه، خلاص بروح مفعلها واشتغل بيها. خليني اقفلهم كده. دي اهم الحاجات اللي ممكن تخلي المود بتاعك افضل. لو في حاجه انا نسيت اقولها يا ريت تكتب لي في التعليقات، وما تنساش ان انت تشارك الملف دوت وتعمل سبسكرايب.